في كل عام تفتح مئات المعارض الفنية في العاصمة الألمانية برلين، لكن هذا المعرض مختلف بعض الشيء. الألوان السورية هو اسم المعرض الذي نظمته رابطة التراث الثقافي بهدف دعم الفنانين السوريين في الدولة التي مزقتها الحرب، حيث نقل الفنانون السوريون لوحاتهم إلى برلين سعيا لاستعادة هوية بلدهم. بسبب الظروف اللي عم تمر فيها سوريا للأسف الحالية والفن بشكل عام، نحن حاولنا بطريقة أو ما نساعد أو نخلق جسر صغير لحتى نعرض عمل الفنانين المقيمين بالداخل، نعرض الفن تبعهم، نعرض الإبداع تبعهم في العاصمة الألمانية برلين. اللوحات عكست ما تعانيه سوريا من صراعات وأزمات، حيث تظهر مناظر طبيعية ورسومات لأسلاك شائكة وأخرى زيتية تجسد مآسي الحرب التي شهدتها البلاد من خلال 17 لوحة متاحة للشراء بأسعار تتراوح من 500 يورو إلى 4000 يورو، ترسل حصيلة أرباحها للسوريين في الداخل. بالنسبة لي الفن مو مقتصر على فئة معينة أو لا يعكس هوية ضيقة. الفن هو عبارة عن حالة لنعبر عن فكرة، عن شعور، عن رغبة، ما عن حلم. ويستمر معرض الألوان السورية حتى 7 ديسمبر وسط زخم للفن السوري، والذي يفرض نفسه بشكل لافت داخل أروقة الفن في العاصمة الألمانية برلين.